صديقي العزيز، ايه هي حكايه محمد علي برمضان بالاخر؟ بص يا صاحبي، محمد علي برمضان بما اني شخص بغطي اخبار الانديه التونسيه واللعيبه التونسيه، فمحمد علي برمضان انا عارف قصته كلها. محمد علي برمضان في اول الميركاتو اتقال ان هو رايح انجلترا، بجد؟ اه يا اسطى، اتقال ان هو رايح انجلترا ومحمد علي برمضان بيخلص مع نادي انجليزي، بس بعد كده الصفقه باظت، وبعد كده الموضوع بالنسبه لرمضان يعتبر انتهى. طب بالنسبه للاهلي، محمد علي برمضان الاهلي كان حاطه هولدنج، ومحمد علي برمضان كان حاطط الاهلي هولدنج، الاثنين كانوا منتظرين حاجات افضل. الاهلي كان منتظر ان هو يخلص صفقه المهاجم، ولو جاب مهاجم درجه اولى هيدفع فيه فلوس كتير، وطبعا موضوع يحيى عطيه الله برضه لا هيدفع فيه فلوس كتير. فقصه انك تخش ثلاث صفقات تدفع فيهم فلوس كتير في الميركاتو هتكون حاجه صعبه جدا على الاهلي، ان جيت للحق يعني. فالموضوع كان هيبقى مرعب جدا بالنسبه لاداره الاهلي ماديا، خصوصا ان صفقه محمد علي برمضان هتكلف، وهتكلف كتير. انت بتتكلم على اللاعب النادي بتاعه مش مجبر قوي ان هو يبيعه، مش سيء قوي ولا النادي هيموت ويبيعه، لا هو النادي عادي عايز تبيع، مع عايز تشتري محمد علي برمضان وصل لي اوفر يرضيني، وصل لي 3 مليون دولار، 3.5 مليون دولار، ممكن نوصل 4 مليون دولار، مفيش اي مشكله بالنسبه للنادي المجري ان هو يوصل الصفقه ل 4 مليون دولار. وطبعا يحيى عطيه الله انت بتتكلم على 2 مليون دولار، وصفقه المهاجم الموضوع هيكون صعب جدا بالنسبه للاهلي ومرعب جدا ماديا. فالاهلي ظهرت اسماء قد تبدو ان هي جيده في خط الهجوم، فبناء على الاهلي نوعا ما مش هيدفع فلوس كتير في المهاجم. فدلوقتي الاهلي هيدفع فلوس كتير في مين؟ في بن رمضان ويحيى عطيه الله، والاثنين صفقات.